منطقة أردوغان الآمنة، إمارة أبو عمشة، في شيخ الحديد نموذجاً. اقتطع الاحتلال التركي له مركز ناحية شيي وبضع قرى متناثرة كهدية لقاء مشاركته في العدوان على إقليم عفرين، فمارس بحق أرضها وناسها وشجرها أشنع الجرائم والانتهاكات. فرض عليهم الإتاوات الشهرية والموسمية حتى بات السكان الأصليون يدفعون إيجارات شهرية لقاء بقائهم في منازلهم، يختطف أبناء الناحية وخاصة ميسوري الحال منهم، ويستحصل منهم مئات الآلاف من الدولارات. حاجك وحاج أبو عبد الله تنطيني 3000 دولار، يطلع 3000 دولار و1300 4300 دولار. هذا شغلكم؟ هذا ما وصلنا إليه. يقتل نائب رئيس مجلس الناحية المحلي تحت التعذيب دون أن يطلب منه أحد الحساب، ومن يجرى على ذلك فهو الحاكم المطلق بأمر أردوغان. إنه أبو عمشة، فما قصته؟ هو محمد حسين الجاسم، تركماني من أهالي قرية جوسا بريف حما. كان يعمل على جرافة مع إخوته براتب شهري، ثم تحول إلى اللصوصية والإجرام وقاطع طريق. أسس أواخر 2011 تشكيلاً مسلحاً باسم لواء خط النار في ريف حما الغربي بدعم مباشر من الاستخبارات التركية. أغلب مقاتليه من التركمان. غير اسمه ليكون السلطان سليمان شاه تيمناً بالجد المؤسس للإمبراطورية العثمانية المعروف بدمويته عبر التاريخ. شارك أبو عمشة مع فصيله في معارك حلب وريفها، ودائماً ارتبط اسم العمشات بمجموعة انتهاكات من قتل وخطف وتعذيب واغتصاب والتغيير الديموغرافي، فقد عمد إلى تهجير ما يزيد عن 70 قرية كردية ممتدة بين جرابلس وإعزاز، وإسكان التركمان في منازلهم تنفيذاً لمشروع تركي رامي لتكوين شريط تركماني. شارك العمشات في عملية احتلال عفرين عام 2018 مع جيش الاحتلال التركي. في أواخر نيسان عام 2019 خرج كتيبة أحفاد أرطغرل في ناحية شيي. يعرف عن أبو عمشة أنه يختلق لعناصره مهمات ثورية وهمية لينفرد بزوجاتهم، وأية زوجة تفكر في إفشاء السر والشكوى فإن مصيرها وأهلها التهديد والوعيد بالقتل والسجن، كما حصل مع إسراء خليل زوجة أحد عناصره. فلا قانون يطاله كونه محمياً من قبل الاستخبارات التركية. يعتبر نفسه معارضاً للنظام، إلا أن أحداً لم يشاهده رفع سوى العلم التركي وشعارات العثمانية مفتخراً. التحق أبو عمشة مؤخراً بجبهة ليبيا تنفيذاً لأوامر تركيا، والتزاماً بقوله أنا أقاتل مع أردوغان حتى على المريخ، ليتحول بذلك إلى فصيل يخدم الأجندات التركية إلى جانب 50 فصيلاً آخراً تتكون منه ميليشيا الجيش الوطني السوري. أبو عمشة والله ما بعرف، والله ما بعرف عن مين عم تحكي. بيعرف حاله. قول قول للمشاهدين، هلا انت عم بتقول هلا عم تنتقد استاذ هشام انه ما عم بيطلع المشاهدين. بدي اسالك يا اخي هشام، ايه فهدول القاده ليش بدهم بشار الاسد يسقط؟ هذا قبل الثوره كان بياع بندوره، كان بياع فجل بسوق دير الزور، هذا هلا صار يملك 30 مليون دولار. اذا سقط بشار الاسد وقفت النبوعه اللي عم تنبع دولارات، وقفت الحواجز اللي عم تنسرق عليها مئات آلاف الدولارات كل يوم. فهل تعتقد أن أبو عمشة تعبير عن حالة الارتزاق والفشل في المعارضة السورية؟